السلام عليكم، معنا المدير مهرجان سي عبد السلام السلام بطيب. بطيب. مرحبا بك عندنا هنايا في الناظور، وهذا شرف لنا كبير. ممكن تعطينا واحد التعريف على هذا المهرجان؟ كيفاش كترحبي بيا في الناظور؟ الناظور بلادي، وكترحب بيا انت؟ انا نرحب بك انت اللي جيتي من كذا وقيله من المغرب. لا يا على كلنا مغاربه، كنا ولاد هذه البلاد، سواء كنا من الدار البيضاء ولا من العيون ولا من التسماره، كنا دي ولا من الناظور، شكرا بزاف لكم على انكم كتغطوا هذا الحدث الثقافي في هذه المدينه. يعني من 13 سنه وهنا هذا المهرجان كاين بقوه ديالو اللي كتزاد يوم بعد يوم، وبالمواضيع ديالو اللي كتزاد اهميه يوم بعد يوم، واللي كترافق هذا المسار ديال بلادنا في التطور السياسي والحقوقي والاقتصاد والاجتماعي بطبيعه الحال. احنا ما كنديرو غير انه كنحاول نثير الانتباه الى ان العالم يتحرك ويتحول ساعه بعد اخرى، وعلى الناس ان ترافق هذه التحولات لانها مهمه جدا. دورنا غنرافقوها فنيا ونرافقوها سياسيا وكنرافقوها حقوقيا. وهذا المهرجان هي الخاصيه ديالو، لانه الوحيد اللي كيستطع في العالم كله باش يرافق هذه التحولات اللي كيوقعوا في البلاد وكيوقعوا في العالم. الانسان الاخرى كنبدلوا المحور، ولكن في الكون هذا المحور هو واحد، هو البحث على مساحه لالتقاء الناس مفكرين من مختلف المشاريع الاقتصاديه الحقوقيه الفنيه خاصه السينمائيه، باش ممكن يفكروا جماعه في موضوع الراهنيه قويه. الموضوع الراهنيه القويه ديال هذه السنه وديال السنوات كلها اللي غادي جايين والمستقبل هو الموضوع ديال البيئه. لذا كتلاحظي ان العنوان الكبير ديال هذا المهرجان هو ذاكره سمو الارض. ذاكره سمو الارض اللي هي مهمه، غنتناولوا فيه كل المشاكل المتعلقه بالبيئه، بالتلوث، بالتصحر، يعني اتساخ المحيطات والبحار، البلاستيك، وكل البشاعه بهذه اللغه هذه، البشاعه اللي ارتكبتها البشريه في حق الطبيعه ديالها. شكرا، كنشكرك وافتخارا لنا وشرف لنا. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا. ممكن تقدم لي الاسم ديالك؟ معك محمود بن الحسن، ممثل، كذلك مدير ومؤسس مهرجان مكناس للدراما التلفزية، أستاذ التعليم الفني تخصص مسرح، والآن أنا تواجد بمدينة الناظور الجميلة ضمن لجنة التحكيم للفيلم القصير في فعاليات مهرجان دولي للسينما والذاكرة المشتركة اللي كيتقام الآن لمدة 13 سنة. وهذا شيء جميل أن هذا المهرجان يستمر يحقق النجاحات، لذلك هو لا زال موجودا وموجود على الخارطة الفنية والثقافية ببلادنا المغرب. كذلك أنا جد سعيد تواجدي في هذه التظاهرة المميزة لثاني مرة، وهذه المرة ضمن لجنة التحكيم، وكنتمنى أننا نكون عند حسن الظن في تقييمنا للأعمال الفنية المميزة. حقا شفنا أعمال جميلة جدا، منها الوثائقي ومنها الأعمال الدرامية لا فيكسيون، اللي حقيقة أثارت جدلا واسعا ونقاشا مستفيضا، لأنها فيها محتوى، خصوصا أن هذه السنة يعني الشعار ديال المهرجان هو ذاكرة السماء والأرض، أي أن الأعمال كلها كتقيس شوية البيئة والحفاظ على البيئة. وكنظن بأن هاد التيمات اللي كيختارها المهرجان هي تبقى تيمات مميزة ومتفردة بالنسبة للمغرب. كل مهرجان وكاين يعني الميزة ديالو، الميزة ديال هذا المهرجان هو الاشتغال على تيمات الذاكرة يعني الحقوقية، ودابا كاين الحق في الحياة، حق في العيش من خلال الحفاظ على البيئة. شكرا لك. شكرا لك. أنا اسمي الدكتور عبد الحسين شعبان من العراق، كاتب وأكاديمي عراقي. واش غادي تقول على هذا المهرجان؟ المهرجان يعتبر تظاهرة ثقافية وفنية مهمة جدا، ليس على صعيد أوضاع الحاضر وإنما على صعيد أوضاع المستقبل، لأنه سيجري تغييرات وإن تدرجية بطيئة
لكنها طويلة الأمد ستؤثر في بيئة الناظور وفي البيئة الثقافية في منطقة الشمال، منطقة الريف. لهذا أقول أن يعني هذا المهرجان هو شكل من أشكال المقاومة الثقافية للتخلف بهدف إحداث التنمية الحقيقية، التنمية المستدامة، بهدف رفع من درجة الوعي في هذه المنطقة وفي عموم مناطق المغرب. والأخ عبد السلام مطيب الذي هو يرأس مركز الذاكرة، ولي الشرف أن أكون رئيس اللجنة العلمية في مركز الذاكرة وأن أحضر إلى الناظور، هذه ربما المرة العاشرة أو المرة الـ11 أحضر إلى الناظور لحضور هذا المهرجان والمشاركة فيه، سواء بإلقاء محاضرات هنا في الناظور أو في مكناش أو في غيرها من المدن المغربية. أقول أن الأخ عبد السلام بإصراره وبطموحه الكبير يمكن، وبتعاون عدد من زملائه واستجابة الوسط عموما، يمكن أن يحدث نقلة في درجة رفع مستوى الوعي بأهمية الفن وبأهمية الثقافة وبأهمية أن يكون الفن انعكاس للحياة. شكراً. شكراً لك. مرحبا بك في مدينة الناظور. شكراً لك. شكراً. بسم الله. من دقيق جندك.